يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الكوره مع سيد. عارف ومقدر جدا ان كل جمهور الكوره في مصر زعلان بعد خروجنا من نص نهائي كاس العرب وبعد الخساره بالطريقه دي قدام المنتخب التونسي، لكن لازم في الاوقات اللي زي دي تفكر في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه انه باذن الله يكون اللي جاي احسن، والحاجه الثانيه انه سواء كسبنا خسرنا اتعادلنا فلازم تبقى عارف ومتاكد ان هكون وش السعد عليك وان هجيلك بعد كل جوله من جولات الدوري المصري مع اي مباراه من مباريات المنتخب، وعروضنا وجوائزنا هتكون مكمله معاك تحاول تعوضك شويه على شكل المنتخب اللي شفناه قدام المنتخب التونسي. علشان كده النهارده مكملين معاكم في حساب الذهب من بنك سعيد بالنجاح لمده 3 سنين، ولسه مكملين معاه، ولا هننزلك ولا هنقولك اشترك ولا روح ولا تعالى، هي مجرد رسالة هتبعتها على 1166 الذهب مع سعيد، الحساب اللي بيقدر يوفر لك ويدخلك سحب كل شهرين. 5 من الناس اللي بتتفرج علينا هتخش في سحب على 2 جنيه ذهب كل شهرين، والجايزة الكبيرة لغاية شهر 10 هتخش في سحب على 1,000,000 جنيه. علشان كده الحق وخش على حساب الذهب بشكل مباشر 1166، ابعت الذهب مع سعيد، ويلا بينا نشوف اللي حصل مع كيروش، مع المنتخب المصري، مع التغييرات، مع شريف وقفشة، مع السولية، مع كل الناس. يلا بينا. من كيوب سعيد في مول مصر النهارده هنتكلم على المنتخب المصري وعلى كذا حاجه حصلت مع المنتخب المصري، عن التشكيل الاساسي، على المنتظر انه يحصل في كاس الامم الافريقيه مع الجولدن بوي احمد عز الدين. مساء الورد. يا مساء الفل. حساب الذهب ده فيه امل نقدم وكده وبتاع ولا ايه؟ انا عيني على المليون. هتبعت؟ انا عيني على المليون يا ابو سهل الحياه. طيب الاول منتخب مصر في كذا حاجه او كذا سؤال موجود عند الناس، فتعالى كده نقسم الموضوع على مراحل. اول حاجه عايزين نتكلم على الهبشه اللي حصلت للسوليه والمصطفى فتحي، لان ده اول حاجه بعد الماتش على طول، اللي هبش هنا واللي هبش هنا، اللي قال لك المنتخب كان محتاج طارق حامد، اللي قال لك مصطفى بيعمل ايه، وهكذا وهكذا وهكذا. فاولا الخطا اللي حصل من مصطفى ثم من السوليه، هل دي اخطاء فادحه تستحق العقاب، ولا اخطاء عاديه بتحصل في الكوره، ولا خطا من كيروش اصلا انه جاب مصطفى هنا فيعمل الفاول هنا؟ اقدر احكم على لاعب من خطا؟ لا. ليه؟ لان انا لو بحكم على لاعب من خطا انه لاعب سيء، ده معناها ان انا لازم لما يعمل حاجه جامده جدا اقول عليه لاعب جامد جدا. مظبوط. وما ينفعش يوم الخميس تقول ان اللاعب الفلاني جامد جدا وتيجي يوم الجمعه تقول عليه لاعب سيء جدا. وبالتالي الخطا الواحد هو بكل تاكيد خطا يغتفر، لكن هو يظل خطا اتعلم منه، لان ما ينفعش في الوقت ده من الماتش يحصل فاول على حدود منطقه الجزاء في التوقيت ده بالطريقه دي مع منافس فعليا مش بيهدني. وده الخطا اللي على مصطفى فتحي، وما ينفعش يبقى كره ثابته في اخر ثانيه ويحصل فيها خطا زي اللي حصل من عمرو السولية. لكن مره ثانيه ده لا يعني ابدا الناس اللي قالت ان مصطفى فتحي لاعب محلي، ولا الناس اللي قالت انت عمال تفخم في عمرو السولية طول البطوله وجاي دلوقتي تشيل شيلته، لان في النهايه مفيش واحد كان يقدر يقول مثلا روبرتو باجيو لا يصلح لتمثيل منتخب ايطاليا علشان ضيع ضربه الجزاء بالشكل ده. تعرف ان انا اكتر الومهم على الفرصتين اللي ضاعوا مش الجون، يعني كل واحد فيهم ضيع كوره اللي في الاخر خالص بتاع مصطفى، ثم السوليه اللي قلشت فوق خالص. مظبوط. انا الومهم في دي اكتر. ما انا لو هتكلم فني بقى على الخطأين، فالخطا الاول هو يجي على سبيل المثال بالنسبه لمصطفى فتحي الفاول، يجي على الطرفين، يجي على كارلوس كيروش اللي قرر ان هو في الجيم يستبدل اللعيبه اللي بتقف على الكوره زي مجدي قفشه، اللعيبه اللي دايما طايره وبتتحرك وبتاخد الكوره وعايزه ترقص زي محمد شريف ومصطفى فتحي، وبالتالي دول مستوى او نسبه ان الكوره تتقطع منهم وترتد عليك وانهم يضطروا يرجعوا يدافعوا اكبر من الناس اللي بتمسك كوره. وبالتالي الاثنين دول لما بقى بيرتدوا بقى في فرصه عند منتخب تونس انه يستغل ان محمد شريف مش مميز في غلق زوايا التمرير، ويستغل ان مصطفى فتحي غير جيد في التصرف في موقف واحد على واحد في الحالات الدفاعيه، وبالتالي في خطا هنا عند كارلوس كيروش، وفي خطا عند اللعيبه، ان في النهايه هو خبره تراكمات او تراكم من الخبرات المفترض يمنع واحد زي مصطفى فتحي انه يعمل فاول زي ده. مش من ملكاتي ان انا اقطع الكوره، ما احاولش اقطع الكوره، احاول اعمل الديلي، احاول ااخر اللاعب عن انه يتصرف بالكوره، انما مش للدرجه دي.
واتعلم ازاي اقطع الكورة، عشان دي رحلة تانية في البروسس بتاع انك تكون بني ادم متكامل على مستوى كرة القدم زي اللي قطعها واحد زي محمد صلاح. فدي نقطة من النقاط المهمة. بالنسبة لعمرو السولية فكان باين بشكل مرعب حالة الارهاق على الفريق اللي ابتدى اساسي في بداية الماتش لنهاية الماتش، بان قوي في حمدي فتحي وهو بيباصي الكورة للمهاجم وبيضطر يعمل عليه فاول، وبانت في عمرو السولية هو بيعمل الفينش. طيب ما عنديش ما عنديش 11 تغيير، انا عندي 6 ما استغلتهمش، وبالتالي ما ريحتش الفريق وما قدرتش احافظ على الكرة في رجلي في وقت خلى منتخب تونس فيه عنده الأفضلية في الاستحواذ واللي في رجله الكورة هو الراجل اللي قادر يهددني دايما حتى لو بكرة عشوائية. لكن يظل الغلط غلط، عشان احنا مش بندافع عن الناس، لكن بنوضح ان الغلط غلط، لكن كان فيه مسببات كتير قبل ما نتكلم على الغلط نفسه. 100% الغلط طيب. غلط، والغلط لا يعني حكم قاطع على اللاعب، زي ما بالظبط التألق لا يعني حكم قاطع على اللاعب. النجم لازم يكون نجم طول الوقت، ومعدل انجازاته ومعدل فعاليته الايجابي يكون اعلى من الناحيه السلبيه. البطوله العربيه مصطفى فتحي لم يقنع من وجهه نظري، لان مصطفى كان عنده امكانيه وعنده فرصه انه يحط نفسه رقم 2 في ظهر محمد صلاح في المركز ده باريحيه، عنده الموهبه، عنده القدره، عنده المساحه وعنده الفرصه، بس هو خد سخط الراجل في كل الماتشات تقريبا، لكن ما قدمش بالنسبه لي اللي عند مصطفى فتحي. مصطفى كان لازم يطلع من الكومفورت زون، لازم يطلع من الحته بتاعه الراحه بتاعته اللي هي المراوغات، لازم كان يبقى تصويبه افضل، لازم كان يبقى قادر يشتغل احسن على انهاء الهجمات، كان لازم يستغل فرصه المباراه دي. ان هو النهارده انا لو سالتك مثلا مين اللاعب اللي انت حاسس ان هو اتظلم في منتخب مصر؟ رفعت. صح؟ ليه الاجابه دي مظبوطه؟ لان كل الناس حساها، لان كان رفعت كل ما بينزل كل ما بتحس ان في حاجه حصلت في الملعب. ده اللي كان نفسي يحصل مع مصطفى فتحي. في الفقره الجايه هنتكلم عن محمد مجدي قفشه وعن محمد شريف، هل يجوز ان انت تحكم عليهم بعد ما جربتهم في اماكن شويه هي غير اماكنهم؟ هل حد فيهم معرض الى استبعاد مفاجئ من قائمه كاس الامم الافريقيه او لا؟ خليكم معانا. الإصرار على إنه شريف يكون جناح، محاولة إنه قفشة يكون رقم 8 أحياناً يكون جناح أحياناً، هل كيروش حكم على اللعيبة دي من الوهلة الأولى وخلاص التقييم ده موجود بعيداً عن إنه هيلعب فين؟ ولا كاس العرب كانت فرصة إن كيروش يجرب اللي هو عايزه، فقد يكون اللي هو عايزه بقناعاته الموجودة في كاس العرب إن ده جناح وإن ده مش صانع لعبة 100% ممكن يأثر على قراراته؟ شريف وقفش اولا هل حد يحوم حواليه شبح انه ما يروحش كاس الامم او لا؟ والحاجه الثانيه بعد ما تم اثباته سواء هنا او هنا، هل متوقع انه هيجربهم برضه في اول موعد جاي كجناح وكلاعب طرف بالنسبه لقفش او لا؟ انا خايف عشان ابقى امين، يعني بالنسبه لمجدي قفش وبالنسبه لمحمد شريف انا خايف من الاستبعاد. خايف لسبب استبعاد؟ لا، ان هم ما يكونوش في حسابات الراجل واحد من الاثنين، لان بالنسبه لي انا خايف عليهم، لان تقييمي ليهم من لعيبه جامده بغض النظر عن مراكزهم اللي هو ضمهم. وتعالى نتكلم في اي حاجه، يعني ضم زي بالظبط كده ضم محمد يعني لو جالك مدرب ما بيلعبش بانسايد رايت بيلعب بوينج يمين تقليدي كلاسيكي بيفتح الملعب، هل ممكن يستبعد محمد صلاح؟ لا طبعا، لا هيضمه وهيحاول يلاقي لها توليفه بقى، زي بالظبط كده هيكتور كوبر لما جه، هيكتور كوبر عنده الجناح اليمين لازم يروح يدافع، فلما جه للمباريات الكبيره بتاعت وقت كاس العالم ابتدى يحط في حساباته اللي هو طب ما تيجي نرمي وينج ونخلي محمد صلاح اللي يلعب لجوه، ابتدى يحاول يشوف لها حل، لان محمد صلاح قيمه لا يمكن المساس بيها. انا نفسي هو يشوف كده، انا نفسي يشوف ان مجدي قفشه ومحمد شريف مواهب كبيره، وبالتالي خساره ان هم ما يكونوش موجودين في المنتخب، وبعد كده نتكلم عن استغلالهم. لكن انا خايف ليه؟ انا خايف لان هم اولا المركز بتاع مجدي قفشه هو مش موجود قوي في الحسبه بتاعه الراجل صانع اللعب، وبالتالي انا خايف يكون بيستخدم مجدي قفشه في رقم 8 وهو بيشوف اذا كان هيديله ولا ما يديلوش، مش بيحاول يستثمر فيه ان انا هحولك لرقم 8 بكل قوتي. بمعنى ان مجدي قفشه لعب في الماتش بتاع تونس رقم 8، وكان وجوده مع حسين فيصل نقطه ضعف على المستوى الدفاعي في زوايا التمرير، ان الباصات بتطلع من ناحيتهم كتير لان الاثنين مش بيقفلوا زاويه التمرير كويس، وبالتالي تونس كسبت كذا كورنر من الناحيه دي. دراجر كان عامل ماتش جامد في الناحيه اليمين، مش في الخطوره، لا في انه ياخد كورنرات، والكورنرات هي سر الخطوره باهداف يعني. فبالتالي بدل ما اخرج حسين فيصل واجيب حد بيدافع احسن
او بدل ما انقل محمد شريف قدام وحط عمرو السوليه وراه، اسف مجدي قفشه قدام وحط عمرو السوليه وراه، وادي قفشه هناك وادي قفشه في الحته الهجوميه اكتر، او بدل ما اسيب الثنائيه واحاول استثمر فيهم ان انا اعلمهم يقفلوا زوايا التمرير، انا خرجت مجدي قفشه. هنا ابتديت اخاف، لان لو انا هيبقى تقييمي لا انت ما نجحتش في رقم 8 هيبقى ظلم لمجدي قفشه، لان انت مش مستلم مجدي قفشه رقم 8، انت بتحاول تصنعه، وبما انك بتحاول تصنع حاجه لازم تحترم الوقت، زي ما احنا بنحترم انك حارق دم كل الناس محمد شريف على الوينج اليمين او الشمال من غير ما تنجح. مع قفشه دي مفهومه، لكن مع شريف هل انت متخيل انه ولا هيحسبه مهاجم ولا هيحسبه جناح؟ هيفضل المحترفين هنا وهيفضل مروان مع مصطفى محمد في الاخر. كجناح اخاف، لان انا عارف كويس قوي ان حسبه الجناح الشمال هي فيها عمر مرموش داخل في حساباتها بقوه جدا، تريزيجيه وقاعد لهم بره بيتفرج رمضان صبحي بيقول لهم ايه اخباركم ايه. فالحسبه بتاعت الوينج ليفت تقيله قوي. الحسبه بتاعت راس الحربه انا مش شايف راس حربه، وده اللي مخوفني. مروان انا فاهم هو عايز ايه، واحنا دورنا نشرح هو بيفكر ازاي، وبعدين نحط تخوفاتنا ونسيبه هو يقرر، وبعدين نحاسب على النتائج. الراجل واضح انه عايز المهاجم اللي بينزل بره منطقه الجزاء ويستخدم ظهره بشكل كويس قوي للجول، لكن المشكله عند مروان ان رتمه بطيء، ففي الاخر وهو حتى ما بيعملش دي كويس. ما هو ده عشان رتمه بطيء، هو بيعرف يعملها بس في سموحه الرتم مختلف خالص عن تمثيل منتخب مصر. فالرتم البطيء بيخليه عمل في ماتش، بالمناسبه في الماتش بتاع الاردن، في ماتش اسف الاردن، احنا كان لينا 6 فرص على الجول، في 3 منهم عملهم مروان حمدي، يعني عمل كوره من اليمين وعمل كوره من الشمال وجاب الجول. وبالتالي انت بتتكلم في انه لو انت بتكلمني على الناتج هو احيانا بيعمله في ظروف معينه بقى بالظبط على حسب رتم المباراه. الرتم بتاع تونس لما دفعوا ب3 علينا قتلوه، وبالتالي ما بقاش اللاعب قادر انه يعمل فرق. محمد شريف انا كنت شايف انك بدل ما تحاول تعلم مروان انه يبقى اسرع، وهي محاوله صعبه، كان ممكن تعلم شريف يستخدم ظهره، زي ما كنت رايي انك بدل ما تحاول تعلم محمد شريف يبقى جناح كان ممكن تعلم احمد رفعت يبقى مهاجم. اقصد ان دي تجربه ودي تجربه. احمد رفعت لما نزل اثبت انه قابل للتعلم، محمد شريف اثبت لا. طب ليه مروان حمدي اثبت انه غير قابل للتعلم في الحته بتاعت السرعه، ومحمد شريف كان الراجل اللي بينقذك كل ما الامور بتسوء منك في مركز راس الحربه، طب ليه؟ فبالنسبه لي انا اخاف انه ما يكونش شايف شريف راس حربه. لو مش شايف شريف راس حربه هنخسر شريف، وبالتالي في قفشه وشريف شكوك كبيره حوالين ان حد منهم ممكن ما يروحش لو الراجل هيقيمهم على اللي حصل في كاس العرب. خلينا ما نقولش شكوك، خلينا نقول هي العمليه اتقلبت من يقين ان الاثنين دول مواهب المفترض تكون في كاس الامم لشكوك، لتساؤلات لشكوك تساؤلات. طيب نفس الوضع ينطبق على طارق حامد. طارق حامد هل اولا حاسس ان المنتخب المصري افتقده او لا، وهيرجع للحسبه دي ولا مش هيرجع تاني؟ وجود طارق حامد على الدكه دايما مكسب او في التشكيل الاساسي يعني، بس بما انه عنده رؤيه اخرى لطريقه اللعب مخليه مش شايف طارق حامد الاساسي بتاعه، فعلى الاقل وجوده جنبي على الدكه هو قيمه كبيره، لانه خبره كبيره وسنين كتير وروح قتاليه عاليه، فبالتالي هو بكل تاكيد وجوده جنبي خبره. لكن المشكله بالنسبه لي في كاس الامم ان هو كان عنده توليفه فيها رهان على مهند لاشين، وفيها انتظار لعمرو السوليه، وفيها توظيف لزيزو ومجدي قفشه في رقم 8، وبالتالي الحسبه بتاعت وسط الملعب اتزحمت، فربما يكون بالنسبه له طارق حامد صعب ان هو يكون موجود في كاس الامم. لكن لو بتسالني بتقول لي هتطمن اكتر لو طارق موجود ولا لا، هقول لك هتطمن اكتر لو طارق موجود اكتر من مهند لاشين. لكن بالنسبه له مهند لاشين بيمثل له اللاعب اللي بيقدر يجري بالكره، يعمل دريبلنج، يعمل ترقيص بالكره اكتر، فهو عايزه لسبب تكتيكي ربما يحتاجه، ان احيانا مهند لاشين ينفع يلعب زي ماتش الجزائر دبل سيكسز مع حمدي فتحي، فالاثنين يقدروا يروحوا على الجول بالتناوب لان الاثنين بيمسكوا الكره تحت رجلهم احسن من طارق. هقول لك هي تفكير ساعتها وتمام، بس خوفي كله ان تيجي اللحظه اللي يحصل فيها لا قدر الله اصابه او ايقاف في مركز هو اصلا مركز بيعتمد على الاحتكاك، فتبتدي تبص جنبك على الدكه وتقول يا ريتني كنت خدت طارق حامد. وانه في النهايه عز يعني طالما ان احنا بنجرب وطالما ان احنا بندي الوقت لناس جديده،
لازم يكون عندك في مراكز فيها اطمئنان، يعني على الاقل هنا ان انت مثلا خط الدفاع مع دايره نص الملعب انت واثق ان فيها ناس شايلك 100%. طالما انت قلت ان انا هجرب هقولك حاجه في اخر اربعه مثلا اللي هو الثالث في نص الملعب والثلاثه اللي قدام، على الاقل يبقى عندك ثبات فعلي هنا. انا معاك، بس هو فعليا احنا ثبتنا، يعني احنا عارفين كويس قوي ان تشكيل مصر في كاس الامم في مجموعه ثابته، بس بالنسبه لي النني السولية وحمدي فتحي تمام جدا هايلين لمنتخب مصر، مجدي قفشة وزيزو اتمنى توظيفهم يستمر يمين وشمال، اتمنى ان هم يكونوا موجودين في الحزبة، بس مهند لاشين ولا طارق، مهند هيديني بعد تكتيكي جديد مش عندي اصلا، وطارق هيديني امان بالخبرة. انت تسالني تقول لي تاخد البعد التكتيكي الجديد ولا الامان، اقول لك في كاس الامم اخد الامان، لكن انا ما اعرفش كارلوس كيروش هيفكر فيها ازاي. هنتكلم في سؤال مهم جدا في فقرتنا الاخيره حوالين تشكيل المنتخب المصري بعد كل التجارب دي وبعد العناصر اللي انضمت واللي ابتعد وما الى ذلك، هيفكر ازاي كيروش عند كاس الامم، مين التشكيل الاساسي اللي المفروض نبدا بيه كاس الامم الافريقيه الجايه. خليكم معانا. تشكيل المنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه، عوده صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، مرموش، بالتاكيد هي اكتر حاجه منتظره في كاس الامم، لكن قياسا بكل التجارب اللي احنا شفناها تعال نختار ال11 اللي هيكونوا في ذهن كيروش. احنا بنتكلم مثلا فرق واحد تقريبا اللي هو في نص الملعب، لكن الباقي اغلبه عارفينه، لكن تعالى بما ان احنا اتفرجنا على حاجات كتير هنلعب تصفيات كاس عالم هنختار القايمه زي كان القايمه هتتعلم بكره، يلا بينا هنختار ال11 الاول 11 الاول وبعد كده نفتح بقى في القايمه ممكن تكمل ازاي. طب يلا، شناوي، اكرم، حجازي، ونش، فتوح، حمدي، سولية. طب ده يعلمك ايه بقى؟ يعني في 7 ثابتين، يعني الراجل مش بيجرب اللي هو قالب المنتخب حقه تجرب بس. لا مشكلة. انا وانت متفقين، بس الناس شايفه ان الراجل ليه ما بيثبتش التشكيل، هو مثبت 7، فهو بالنسبه لي هو ثبت اللي نجح في اقناعه ان هو ده مكانه وان ده بيته وان الدنيا تمام 100%. تمام. وبالمناسبه منهم ناس متوظفه اصلا زي اكرم، فيعني عشان بس يبقى بالراحه برضه. طيب. لان انا في الاخر صلاح، مصطفى، تريزيجيه لو جاهز، مرموش لو تريزيجيه مش جاهز. هنا بقى التركه شويه. يمكن يكون في مفاجاه ان يكون في مرموش ومصطفى وصلاح وتريزيجيه في القلب 8، لان انت بتدور على رقم 8 عنده معدل عمل عالي جدا، ورك ريت، عنده قدره انه يتحول لجناح، عنده قدره يجري في العمق ويتحول لصانع لعب، عنده قدره يرتد ويقطع الكوره، عنده واجبات دفاعيه جيده. مين متفصله عليه وترجع من الاصابه على 8 على طول وتجربه، يعني بص يعني حاجه كده تطلع قلوب من عين كارلوس كيروش. يمكن لو تريزيجيه جاهز، يمكن ويكون الكارت البديل لتريزيجيه في ناحيه الشمال محمد مجدي قفشه لو انا عايز امسك الكوره اكتر، وتريزيجيه مكان مرموش لو عايز ادافع احسن. اصبر عليا بقى، اصبر عليا، ال11 هتحط تريزيجيه جناح ولا 8؟ 8 في التشكيل الاساسي. ثم مرموش ومصطفى وصلاح، وهحط النني مكان السولية، ونني مكان السولية، يعني نني وحمدي فتحي. كويس. طيب ده ال11، نكمل بقى لل23 مع شناوي. مين الاجوان دي؟ من الحاجات اللي ضايقتني شويه ان حسيت ان البطوله دي كانت تستحمل ان الماتش الثالث برغم انه جزائر او ماتش الاردن او ماتش السودان كان يستحمل اشوف مين الجول الثاني لمنتخب مصر من الاسامي الواعده الشابه اللي انت جبتها، ما حصلش، وبالتالي انت كده رجعتنا لان انا مش شايف حد بديل للشناوي، انا مش مطمن، لان في 2 حراس صغيرين عمرهم ما خدوا الرهبه بتاعه الماتشات الكبيره بتاعه منتخب مصر، وفي نفس الوقت انت مستبعد ابو جبل، فهنا الحيره شويه، والماتشات اللي ما بعد كاس الامم اعتقد فيها ابو جبل مش هيكون اساسي، فانت لو كنت خدت ابو جبل في كاس العرب كنت على الاقل قللت مده غيابه عن الظهور الدولي للاسبوعين بتوع الدوري، فما حصلش حاجه لو ضمته في كاس الامم وبقى رقم 2. ولو ان طبعا ابو جبل فورمته في ماتش الاهلي والزمالك وما يليها ما كانش احسن حاجه، لكن على الاقل كنت ورتني، وانت في حقل التجارب كنت ورتني الجول. طيب. كيبر التاني. انا بقول صبحي تاني، تاخد مين التاني؟ هي بالفطره بتاعتنا والتالت هيكون صبحي. جاد ولا ابو جبل يجي في الاواخر؟ او انا برضو ممكن اخد ابو جبل على اعتبار ان صبحي ابو جبل محتاج تالت يكون كويس. بديل اكرم فتحي. فتحي لان عمر كمال عبد الواحد هجوميا لاعب طبعا ممتاز في انه بيديني سبرنتات وحاجات كده، بس البطوله كويس محتاجه قلوب الدفاع. قلوب الدفاع ايمن اشرف
واحد من الناس اللي كده كده متصنفة في قلوب الدفاع البدلة وهو البديل رقم واحد. البديل رقم اتنين انا كان نفسي اشوف عبد المنعم، لان انا كنت شايف ان تجربة ياسين محتاجة زمن اكبر من تجربة عبد المنعم. عبد المنعم اللاعب اللي بيعرف يقطع الكورة بهدوء اكتر، ياسين لعيب قوي بدنيا بس محتاج يتعلم تمركز، فكان سهل اعلم عبد المنعم اكتر من ياسين. طيب علي جبر ومحمود علاء؟ لا. وعبد الغني؟ لا الاثنين لا. وعبد الغني كان مؤخرا فورمته متذبذبه، فعشان كده ممكن ياسر ابراهيم لو لعب في الماتشين الجايين بتوع الاهلي. ياسر لو لعب الماتشين الجايين، لو ما لعبش ممكن اخد بقى واحد من الاسامي اللي انت قلتها، بس على اعتبار انهم مدافع رابع، لان في الحقيقه علي جبر من اللعيبه اللي هو برغم خبراته الدوليه الكبيره بس في مشكله في برجل علي جبر، والماتشات بتاعه المنتخب هيكتور كوبر كان ذكي في انه على طول مأخر خط الظهر. المنتخب ما بقاش بيلعب كده، بقى بيلعب برو اكتف فوتبول، بقى عايز قلبين الدفاع في ظهر الملعب. طيب باك شمال بدل فتوح؟ مش عايز حد. انا عارف ان حمدي من بيراميدز اكتر مرشح ليهم. سايمان اشرف يميل احسن بالظبط كده، واكسب واحد في المراكز اللي قدام اللي فيها وفره. صح انا معاك في ده كليا، بس حاسس انه هياخد ياسين وهتبقى مفاجاه. لا ياسين مش هيبقى مفاجاه، بس انه ياسين وايمن اشرف قلبين الدفاع. قلبين الدفاع، السؤال هياخد حمدي بديل لفتوح ولا لا؟ ايمن اشرف يغطي لك المكانين وزيد وزيد واحد زي ما انت قلت. ده رايي. طيب ثم نص الملعب بدل النني وحمدي، عندنا سولية، وعندنا هتدخل طارق ولا مهند؟ طارق. انا عايز طارق، بس اعتقد انه هيروح لمهند. هو هيروح لمهند اعتقد. كويس. تريزيجيه بديله قفشه؟ صلاح بديله زيزو ولا مصطفى؟ ما احنا حطينا يمين مين؟ ما حطينا صلاح. لا قصدي ارتكاز يمين، انا اسف. ما احنا عندنا حمدي والنني، انت حطيت السولية. حمدي وبديله طارق بالظبط كده، والنني والسولية. والسولية كويس. التالت قفشه وتريزيجيه وقفشه. يمين صلاح. يمين صلاح بديله وبديله زيزو. كويس. شمال؟ شمال مرموش. مرموش وبديله. انت هنا اوريدي استخدمت تريزيجيه، فبقى عندك حسبه حلوه. هحط شريف، بس هحط شريف وانا املي انه يكون اللي بيلعب المهاجم الثاني او الثالث مع احمد ياسر ريان اللي يكون بديل مصطفى. مفيش عبد الله؟ لا مفيش عبد الله، وبالنسبه لي اعتقد ان رمضان حظوظه قلت، لانه رمضان اتظلم بانه ما كانش في كاس العرب بسبب التزامات بيراميدز، يعني مش لسببه، لان رمضان كان عنده فرصه في كاس العرب انه يصلح الصوره اللي ما ظبطتش في الماتشات اللي قبل اخر استدعاء دولي، ولان دلوقتي ما بقاش فيه وقت عنده انه يثبت الكيس بتاعته ان هو اجمد من انه يستبعد. طيب لان المركز ده فيه اثنين لعيبه اوريدي جامدين قوي. انا مع ان في عبد الله وهيشيل واحد من نص الملعب، يعني هيستبعد طارق، سوليه وحمدي والنني، وايمن اشرف رابع لو احتاجته، يعني هو هيلعب بايمن ان هو ضرب لك التلات اماكن، وهياخد مع عبد الله والله اعلم. ممكن كل شيء. ثم مصطفى محمد و احمد ياسر ريان. طبعا احمد ياسر ريان 100%. مش مصطفى، المشكله عندي مش مصطفى. يعني الازمه دلوقتي مش مصطفى فتحي. ما تحطيت شريف وحطيت قفشه وحطيت زيزو. شلت طارق. الخوف عندي ان المهاجم رقم اتنين يكون عنده مروان حمدي مره تانية، مش تقليلا من مجهود مروان، بس السرعه اللي مطلوبه وانت بتلاعب خطوط ظهر هم كلهم في معظم دول القاره لعيبه ما عندهاش تمركز جيد، على قد ما عندها قوه بدنيه وسرعه، فانا محتاج سرعه. انت تتمنى احمد ياسر؟ لكن هو هيعمل؟ لا اتمنى احمد ياسر واتمنى يعمل احمد ياسر. خلينا نتفرج. يا ابو سهل الحال، نورت المحكمه يا استاذ. شكرا ليك. على فكره في المفترض ان القايمه يكون فيها عدد اكبر من اللعيبه، فوقتها ممكن جدا تشوف فيهم حسين فيصل، مصطفى فتحي، ويكون فيهم مهند لاشين، فيبقى عندي برضو الخماسي ده واخد من ريحه المشاركه في البطوله بتاعه كاس العرب، مديني امان لا قدر الله في حاله الاصابات بتاعه كورونا. نامل ان القاعده دي تتطبق، لانها هتساعد المنتخب انه يكسب عدد اكبر من اللعيبه في زمن عندنا فيه لعيبه ممتازه جدا. لعب الاول وبعدين ربك يحلها. على رايك. المهم تخش على حساب الذهب اكيد، يعني نقدم سوا. هلعب على المليون. يلا بينا كله يشترك في حساب الذهب. بنفكركم والخاص ببنك سعيد، بعد نجاح سنتين والثالثه لسه مكملين في حساب الذهب، فابعت كلمه الذهب مع سعيد على 11.66. زي ما قلنا انه كل شهرين بيكون في خمسة بيكسبوا 2 جنيه ذهب، في شهر 10 هيكون السحب على المليون، وانا وعز هنقدم وربنا يعمل ما فيه الخير. بفكرك دايما وابدا انه مش ده عرضنا الوحيد الموجود معاك، في اخر كل حلقه بيكون عندنا مسابقه، توقع نتيجه ماتش منتخب مصر مع منتخب قطر على صراع المركز الثالث والرابع، بنتوقع على صفحه سعيد، واول خمسة بيجاوبوا بشكل صحيح بيكسبوا تيشرتات، ويفضل دايما اللعيب لعيب مع بنك سعيد.
دي كانت حلقتنا النهاردة من الكورة مع سايب، لكن اوعى تفتكر انه الذهب مع سايب على 11.66 هو عرضنا او جايزتنا الوحيدة، بل ان احنا لازم في اخر كل حلقة ندي لك جايزة ثانية مبنية على توقعك بشكل صحيح لمباراة المنتخب المصري مع المنتخب القطري. هتسيب التوقع فين؟ في صفحة سايب الرسمية. اول خمسة هيتوقعوا نتيجة المباراة بشكل صحيح ليهم خمس تيشيرتات، وبإذن الله يكون الكل كسبان ويفضل دايما اللعيب لعيب مع بنك سايب.